أهلا حوتي في فيديو جديد. المخطوف عمران بن عمر ظهر مجددا يعني في صورة أخيرة اليوم من قبر تاع الوالدة تاعو ربي يرحمها، وكان يعني الوجه تاعو عبوس حزين. أكيد هذا شيء طبيعي لأنه للأسف يعني هذا الشاب عمران بن عمر كلنا سمعنا بالقصة تاعو واللي أثرت فينا وتعاطفنا معاه كبيرنا وصغيرنا. على بالنا أنه هذا الشاب عمران بن عمر يعني نخطف من طرف الجار تاعو لمدة 28 سنة لغرض السحر والشعوذة على حسب ما رام يقولوا. هذا آخر ظهور تاعو خاوتي، راكم تشوفوا فيه يعني تبدل في الوجه تاعو، يعني راهو أحسن مما كان عليه الحمد لله، ولكن يظهر عليه علامة الحزن كما راكم تشوفوا فيه. ماشي سهل الحال، الأم تاعو يعني كانت محروقة عليه بزاف، وللأسف مور اللي نخطف ما زادتش بزاف، زادت يا ربي عامين ولا 3 سنين وتوفات ربي يرحمها. المهم خاوتي حنا نتمنوا للأخ عمران بن عمر، رانا في أيام مباركة إن شاء الله، نتمنوا إن شاء الله ربي يعوض له الأيام، عفوا مش الأيام، السنوات اللي فاتوا يعوضهم له بالخير إن شاء الله. نتمنوا له حياة جديدة وصفحة جديدة إن شاء الله، نتمنوا زوجة صالحة وربي إن شاء الله يرزقه بذرية إن شاء الله، ذرية خير وبركة يا رب. رغم انه الشيء هذا ماشي سهل ولكن ربي ما فيه غير الخير. شوفوا خوتي هذو لي كومونتير يعني كي حطوا الصوره تاعو ولا مواقع التواصل الاجتماعي، والله واحد التعليقات تدمي القلب بكل اسف. الانسان يمر في حاله نفسيه حرجه، ما خمو في النفسيه تاع الانسان هذا اذا يقرا لي كومونتير واش صرا فيه. الله غالب، هذوما الجزائريين تاعنا ربي يهدينا ان شاء الله. راكم تشوفوا خاوتي التعاليق جد سلبية، ربي يهديكم خاوتي، يعني ما فيها والو لو كان كتبتوا منشور مليح، هذه صدقة لكم، ولكن الله غالب، ربي خلق وفرق، ربي يهدينا إن شاء الله. المهم خاوتي نتلقى في ساعة الخير إن شاء الله، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى فيديو آخر إن شاء الله.